طبعا جيت للبيت يا جماعة بعد بهوستة وما كملان. أريد أراويكم هاي الغرفة مال النوم بعدها ما خلصانة. شوفوا طبعا برافو شركة الهمم أبدعتي. يلا تعالي الحمام أرميناس أبدعتي والله. نسبح؟ تسبحين معاني؟ والله؟ أي موت على أي. شوفوا الحمام ما شاء الله ما شاء الله يجنن، بس بعد ما كامل، بعد الإضاءة بعد المرايات. هاي أهم شيء الرفوف لأن أنا غراضي هواية. كلش حلو، خلي يكمل وأراويكم. هسا أصور لكم الجو. هيا نسبح. هاي الخارجية، تذكرون بنات هذا الحائط اللي قلت لكم راح نصبغه؟ شوفوا صار هيك لون. وهاي القعدة مالت فهد الجوة، راويكم اياها من جوة تبين اكثر. هاي الباب الخارجية هم حتتغير، يراد له وقت شوية، بعد يراد له شهر. بس راويكم الدريسنج روم ماتي صاير بي وجناطي اللي احبها طبعا ما جايبه هواية من عندهم. شفتوا يعني اللي دالبسه بالشقة كله مشتريته جديد. تخيلوا هاي الهوسة، البيبان حبيتها، البيبان كلش عجبتني. هذه راح تصير مكتبة، هيك شبه مكتبة أو استوديو نسجل بها القصائد، الشغلات الحلوة، كتب. يعني أنا حركت الفكرة خطايا مال أبو نايخ، هو ده يتعب تخيلوا يوميا وأني على الحاضر أجي أحرق الأفكار. يلا خلينا نطلع ومن يكمل اشوفكم باقي التفاصيل. بعد والله انا عبالي خلصان البيبان حبيتهم. اختيار الهمم برافو. هذا الهول تتذكروه كان هذا شبابيك سويناه هيجي مفتوح على القعده الخارجيه. طبعا اكيد من يكمل يلا تبين عندكم الصوره وتعرفون يعني ايش راح نسوي، بس نحتاج شوية وقت والتساهيل من رب العالمين. خطية والله حرقت كل أفكار فهد، تعب والله يا جماعة. أني ألومه لأبو نايم أقول له أنت شو عندك؟ يعني بيده يتعمر ومتونس بيه. لا كلش تعب. يعني المشكلة اللوقاع مثلا وأنتوا بانيها عرفتوا الموضوع موجه، بس أنكم متعمرون ترى أذية والله العظيم كلش صعبة. اليوم سكتوا مشترية من اعلانات التيك توك. هذا قولوا وياي الستاند مال التليفون اللي يلزق، فضبطت التجربه طلع كلش حلو، طلع اكثر مما اتوقع يعني. واني عندي حظوي اعلانات التيك توك، اي شغلات اشتريها تطلع حلوه، فهذا الستاند يجنن. يلا اخذنا الحجيه، ماني بيتي قريب على بيت اخويا يعني دقيقتين، فاخذتها قلنا نجي البيت نشوف شكو ماكو. وبس والله يا عمري ها هي، واني كلش لاف يو يا روحي موت عليكم. هو حلو بس يراد المشطة دائما حاجبنا. اوكي طبعا. وبهاي المناسبة الحلوة اللي جيت بيها للبيت واشوف وين صاير وش صار منه، احب اوجه شكر وتحية وتقدير واحترام لشركة الهمم. هاي الشركة الرائعة اللي عندهم ستاف عمل أكثر من رائع، يجون بالوقت ما يتأخرون نهائيا، التصاميم والتنفيذ مثل ما هي ينطقكم إياها لا زائد ولا ناقص. أنا تعاملت وياهم للمرة الثانية حقيقة كان اختياري موفق. فإذا عندكم ترميم تعمير بناء أي شيء اختاروا شركة الهمم، أنصحكم هواية بيهم، خصوصا السيد زيد تحية إليك. هو اللي قائد هذا هاي جيوش الرائعين والأبطال اللي يشتغلون. فألف تحية إليك، وأكيد حتى ما أبخس حق أحد أيضا الشكر موصول للشركات اللي بصراحة اختاريناهم بعناية. يعني اللي عنده تعمير أكيد يختار أحلى شيء اللي هم أرميناس
شركة أرض السدرة أيضا، تحية لجوايكو. هواي حتى ما تخوني الذاكرة، لكن لي هاي ثلاث أهم شركات للألمنيوم والسيراميك والإضاءة والحمامات، هم هذول أحلى ثلاث شركات حقيقة. يعني كان اختيارنا موفق لهم، وكانوا ملتزمين ويانا بكل شيء بكل شيء بكل شيء من A to Z. فألف تحية لكم، وإن شاء الله أنا بمرور الأيام هم أنزل لكم باقي التفاصيل، حتى اللي عنده بناء العدة تعمير لا يدوخ ولا يحير، أنزل لكم أحلى شيء وأرقى شيء وأنظف شيء، لأن واحد مو يومية باني، مو يومية باني، أموت عليكم. وشيء بشيء يذكر كذلك، أحب أوجه شكر لشركة سمارت هوم للإنارة، يوزعون الإنارة بطريقة صحيحة، كلش مرتبين. أنا أهم شيء عندي حقيقة الإنارة، فهم أي شيء له علاقة بالإنارة بالإضاءة سبوت لايت شغلات لا تروحون لغيرهم، لأنهم رقم واحد فعليا بالعراق. وعلى طار الإنارة والبلوجكتر والإضاءة، أمي منورة الدنيا. اي والله الهاجس الموجود مو ما يضمره القلب يظهر على هفوات اللسان، وهذا بده يصير وياي. دائما الشاعر يكون احساسه مرهف جدا، يتاثر بسرعه جدا ويحزن بسرعه جدا، احساس مرهف، احساس بن كلب حشاكم عند الشاعر، ما اتمنى لحد. بسرعه يبكي، بسرعه ينقهر، بسرعه يضحك. مزاجي حنون حنون جدا حنون لأبعد حتى ذا ينداس عليه يبقى حنون، وهذا الطبع الساس نداس ما يبطل، يقول آخ التعبة بعد أبيع طيبة وحنية وأساعدها، كله كذب كله كذب، فرت عرس الحكي يطلع منا انسوه. هذا الساس نداس، هذا موجود بالجينات، هذا الطبع ما يتغير وبس. والله هذا موجود، يلا هواي سولفت هواي دردشت، بس شو تسوي واحد من يرتاح. هاي منطقتنا تشوفون كل ساعة مسلمة عادي زين، وما مردك عدتوا عائلتي يعني ماخذين على بعض. هلا شو بدنا تيتا؟ امشي من داخل. شو بدك لوين امشي؟ في صمون انا صمون بدك؟ يلا جيبي صمون وانا باكل اطرافه. انا دائما القمع، تذكرون كنا صغار اهلنا يودونا نروح نشتري صمون، الى ان واصلين للبيت القمع كله ماكلي، ولا قمع سالم، نشبع كتل. الله العظيم ذكريات لطيفة يا عمري.